حيرش كي تكونوا معنا أنيسة روابحي أخصائية الحرفيات المزيانة برشا حاجة خاطر تعمل لي زاكسسوار تعمل لقفف ذوما تبع لي زاكسسوار تعمل حاجات كيما الشمع كيما لي تابلو المزيانين كل شيء كل شيء باش تعطينا برشا اقتراحات في الموسم هذا على خاطر عندها برشا أفكار. صباح النور أنيسة. عايشك صباح الخير وصباح الأنوار الكل كافة المستمعين. يعيشك صباح الحمد لله. الحمد لله توحشناك راهو من الجمعة اللي فاتت وانا زيدة محليك باهي الاقتراح اليوم كيفاش نزينوا الفريجيدير نتاعنا الملصقات اللي على الفريجيدير نشريوهم ونلقاوهم ساعة ساعة أسعارهم هكا شوية مرتفعة دونك انت باش تعطينا كيفاش نصنعوه. يعطيك الصحة. احنا ديجا روبريك نتاعنا نتاع اللي عنده صنعة في يده انه يمتلك حرفة في يده راهو ينجم يعمل كل شيء. اي سو كيفي حاجه هذيا عندنا موجوده في الدار ونستحقوها بيان بيان لعديد الملتي يوزاج يعني نقولوا احنا مشكل الفريجيدير هي تنجم تعملها ملصقات في حاجات اخرين فقط الموتيف اللي باش تحطه سا ديبون شنو هو. نبداو بصناعه الشيء ومن بعد نشوف شنو هو اليوتيليتي نتاعو. اوكي باهي ناخذوا عجينه السيراميك يا اما نشريوها حاضره موجوده عجينه السيراميك في المكتبات كلها وراهي تشيح في الهواء لا تشيح في فور ولا تكسر كرايم يعني عادي جدا. تاخذها عجينه حاضره ولا هي تتخلط ولا شنو؟ هي تاخذها عجينه حاضره فيها رطل وفيها نص رطل مسكره كاشتي اون فوا تحلها راك باش تخدم بها ابري بعد 6 سوايع راهي تشيح. اوكي وقتها احنا عاد قبل ما تشيح نبدا عندنا القوالب القوالب باش نلقاوهم اللي عند اللي يبيعوا في الحلوى الكل جميع انواع القوالب هاوكا نختاروا حاجه اللي احنا نحبوها الفريجيدير. انا اخترت غلال مثلا غلال. اون فوا سي شاحت وقتها كوثر نجبدوا الاكريليك نتاعنا ولا حتى القواش نتاع صغيراتنا ما الاكثريه الاكريليك خير. اي واللون كان الفريز بالاحمر كان البنان بالاصفر كيما تعرف خاطر ديجا القالب حاضر دونك تلونه باش يعطيك الزينه. يعطيك الصحه. اون فوا لونت وراك باش تعمل له فيرني الفيرني يعطي لقاء بريونس في نفس الوقت يستحفظ عليه حتى نحب نغسلهم من غبره ولا حاجه الفيرني عنده رول بروتيكتور يحافظ على القطعه. والفيرني هذا مش كيما الفيرني معناتك الترانسبارون لا لا ماهوش فيرني زوافر خاص بالاكريليك مادام استعملنا اكريليك يعني فيرني نتاع اكريليك. اي يعني المواد هذيا يعني نلقاوها ماهيش حاجه ماهيش موجوده من القالب للعجين للالوان الاكريليك. اوكي للي ما اما بعد الرسمه باش تكون هكاك يلزم يكون يعرف لازم ولا قالب. لا ابار القالب انت توا التلوين نتاع مثلا كعبه الاناناس ظاهره معناها واحد خدمت ديغرادي. خدمت ديغرادي يكون يعرف شويه زاد هكا ذوق في الالوان وفي الواحد. يعطيك الصحه. كيما احنا باش نختاروا مول حاجه سامبل والا حاجه شويه نعطيوها تاتش من عندنا اضافه من عندنا. اللي ما لقاش مثلا عجين السيراميك يقول لي انا في منطقه ما غير متوفر مثلا نجم نعطيوه استوس انه شفت انت بلاتو نتاع العظم مثلا هذاك ما نطيشوهش هذاك اون فوا نفخوه في الماء مده 6 سوايع بعد نرحيوه بالميكسور نستقطروه من الماء ونخلطوه بالغيره تولي عجين نتاع سيراميك. كيما كنا احنا في نادي الاطفال كي كنا يعطيك الصحه شفت براعات كنا نعملوا نادي الاطفال نجيبوا الجرايد مش البلاتو الجرايد هو نفسه ومن بعد نلصقوهم بالغيره فوق بعضهم كي يشيحوا وقتها نشكلوا الماسك نتاعنا ونخدموا عليه. فوالا دونك للي ما يلقاش هاوكا هذايا البديل سينو موجود متوفر راهو به. توا باش نقول لوتيليتي احنا بخلاف انه باش نزينوا فريجيدار نتاعنا عندنا ديما كتبت هنا دو باغيت نتاع الام اللي توصي في ولدها ديما دو باغيت ما كي يروح للدار يلزم يجيبهم لا ولدها ولا راجلها مثلا الراجل ينسيهم والولد ينسيهم هذيا بنتي ديما جو تيم مامون ما تعرف البنوتات ديما عندهم كل يحبوا يعبروا جو تيم مامون تلقاه في الفريجيدير هاكا لاصقه يوميا تكتب لك امو دامور وتزيد تشجعهم باش يقولوا كلمه حلوه. اي والله يعطيك الصحه. كيما انا استغليتهم هذوما لحاجه اخرى مثلا كوثر انا قبل كنت 97 تو 83 الميزان نتاعي في ظرف عامين راهو ما عملتش حاجه ريجيم ماهوش قاسي حتى طرف اما اش عملت عندي استوز زاده في الفازه هذه حطيت تصويرتي وانا بطبوطه حطيتها قدامي في الفريجيدير دونك بهذوما نفس الشيء. اذا كان انت تعرف روحك ضربه ضربتين تحل الفريجيدير باش تاكل وتمخمخ هاوكا تشوف تصويرتك كيفاش كنت تبطل رجع تقول لك ستوب ستوب فوالا من غير ما حلوه فكره هذه فكره وتصبح عليهم كل يوم زاد يجوا الفريجيدير يقولوا ما يشجعكش باش تاخذك البتي جاتو ولا شوكولا اللي موجوده في الفريجيدير راهو فيه ملتي
اوتيليتي الحكايه هذيا. وتعطي زاده جماليه لك الفريجيدير خاطر تنجم تقديمها مثلا وتغطي حاجات وتقدها وتولي مزيانه تهبل. بالطبيعه انا برك تفكرت الثكير اللي انا حطيت فيهم الكل. فوالا باش نقول لك التلوين فهمنا القالب اوكي صحيح يقعد طويكا الثكير على خاطر لازم فوالا لازم الثكير باش تلقاهم متوفرين ثكيرات صغيرين هذوكم راهو يلصق بالكل يلصق لصقه. انا ماموش باي كل لازم كل قوي شوي الكل كل التوب صغيره بالكل هذيك اللي ما نعطيوش لصغارنا باش يلصقوا به خاطر يلصق اليدين اعطيهم يلونوا نعطيهم يلونوا الالوان اللي يحبوا عليها يعطيك الصحه. ومن بعد احنا نحطوا ثكير ولا نحطوا ثكير هذه الملصقات للفريجيدير. واذا كان احنا باش نزينوا بلاصه اخرى شنو مثلا شنو نجموا نزينوا بالملصقات هكا بقوالب اخرين مثلا ورود والا حاجات هكا نختاروا شنو نجموا نزينوا به اذا كان بيان سور اذا كان احنا باش نحط مثلا زين وين البي سي بحضر البي سي نتاعي نجم نحط انا باغ اكزومبل سمايل اذا كان انا جادور لي سمايل اللي يعطيو انرجي بوزيتيف اللي ديما يضحكوا هذوك باغ اكزومبل والا دي بتيت بلانت نجموا نعملوهم اون مينياتور راهو في القوالب تنجم تدور وتشكل برشا انواع نتاع قوالب. معناتها كي تدور تشوف القوالب وتعرف وتتخيلهم انت شنو باش تزين في الكوجينه ابار الفريجيدير نجموا زاد نعملوا ملصقات هكا وتبدا فيها حاجات اخرى. نجموا عندي انا ملصقات عندي في الفريجيدير نتاعي مثلا حتى لي زودياك كل واحد وال البرج نتاعو هذاك حطيتهم في الفريجيدير. حلو فكره مزيانه. كل واحد يعني معروف مثلا اذا كان البرج نتاعي انا برج الجوزاء اذا كان فما الورقه انا حطيت لهم امو راهو ماما هي اللي حطت لهم الكلمه هذيك يعرفوها يعرفوها راهي حلوه والله حلوه كيكه تبدا الكوجينه عندها روح وفما كوميونيكاسيون مع العائله بين بعضنا بوسك احنا توا معناها اغلبيه العائلات حتى اللي يقول لك نقعدوا نتلموا الصباح الكل يجري وباش ياخذوا كلنا وقت الخدمه نتاعهم ويتقابلوا كل العشيه العشيه الناس الكل تبدا تعبه باش ياكل حاجه بالحق ما فماش الكونتاكت حتى كي تبدا العائله معناها نوحه تقعد مع بعضها صحيح دونك سي امبورتون باقي التواصل موجود حتى كان احنا لاهين باش اخر الاسبوع الناس كلها اوردر يعني نتاع جيب زوز باجيت ولا ما تنساش تحط هكا فهكا زاد لي مو دامور سي تري تري امبورتون واحد يصبح على كل محلو. يعطيك الصحه يا انيسه ميرسي محلاها الاقتراح نتاعك مزيان برشا برشا وكساهل ياسر. واذا كان تحبوا تشغلوا وقتكم وتعملوا حاجه حلوه مع صغيراتكم سورتو اذا كان في عمر معين وهما صغار يحبوا يلونوا ويحبوا هكا عجينه ويحبوا يعملوا الحاجات هذيا او كاعملوا الفكره هذه وما تشريوهاش تتكلف لكم اقل برشا. ميرسي وان شاء الله نهارك زين ونكملوا مع بعضنا بدارنا العزيزه حتى لنص النهار شويه اخر اريج الحمروني في ريتش هي رات الدنيا الكل وتجي تعلمنا شنو اللي رات بعد شويه.